أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أوقفت عدد من الدول حسابات بنكية تخص يمنيين يقيمون في الخارج، معظمهم من المبتعثين للدراسة، إلى جانب رجال مال وأعمال ومواطنين دفعت بهم ظروف الحرب إلى ترك البلاد والاستقرار في دول الخارج. البنوك الألمانية والماليزية كانت من أوائل من قامت بتجميد الحسابات الجارية لعدد كبير من اليمنيين المقيمين هناك، ومن ثم تبعتها بعد ذلك بنوك في مصر والأردن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي الأسباب التي دفعت بعض الدول لتجميد أرصدة اليمنيين في الخارج؟ وماذا قدمت الجهات الحكومية لتجاوز هذه الإشكالية؟ إجراءات جديدة في طريق إيقاف العمليات المشبوهة لغسل الأموال التي قامت بها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط لمكافحة جرائم المال، خطوات رقابية تقوم بها عدد من البنوك في الخارج، قاس تبعاتها هذه المرة اليمنيون المبتعثون في الخارج. وأمام هذه الإجراءات ما يزال اليمنيون في المهجر ينتظرون تحركا حكوميا لإيضاح سلامة التعاملات المالية التي يقومون بها. نبدأ النقاش مشاهدينا حول هذا الموضوع بعد أن نشاهد هذا التقرير. حملات بنكية لمراقبة عمليات تبييض الأموال أو ما بات يعرف بغسيل الأموال، إجراءات وصفت بالصادمة للكثير من يمنيي المهجر في عدد من الدول التي يقيمون فيها. فمنذ بدأت العديد من المصارف في ألمانيا بإغلاق الحسابات الجارية للمواطنين اليمنيين المقيمين هناك، سرعان ما تبعتها باقي الدول منها ماليزيا والأردن ومصر في اتخاذ ذات الإجراء. ودون تحديد أسباب واضحة لهذه الحملات الرقابية، تلقى العديد من الطلاب المبتعثين إشعارات من البنوك تفيد بتجميد تعاملاتهم البنكية حتى إشعار آخر. سفير اليمن في ماليزيا عادل محمد باحميد كشف أن هذه الحملات تعود لفشل البنك المركزي اليمني في صنعاء سابقا من تقديم ما يثبت أنه قادر على القيام بواجباته فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما جعل مجموعة العمل المالية الدولية تدرج اليمن ضمن قائمة الدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال. الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك كانت متوقعة لدى الكثير بسبب عدم تجاوب إدارة البنك المركزي في فترة سيطرة الإنقلابيين مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وعدم إمدادها بالتقارير الدورية عن الحركة المالية، الأمر الذي خلق سمعة سيئة على اليمن ووضع علامات استفهام عديدة حول معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الجريمة المنظمة. التباطؤ الذي بدا واضحا من قبل سلطة الإنقلاب المسيطرة على البنك المركزي في ذلك الوقت من تقديم تقارير حول سلامة الإجراءات المالية اليمنية كانت إحدى الأسباب أيضا التي دفعت مكاتب غسيل الأموال في العديد من البنوك الماليزية برفض العملاء الجدد من اليمن، إضافة إلى توصية حكومتهم بتخفيف المنح الدراسية المقدمة لليمنيين. الجهود الحكومية في إيضاح تغيرات السياسة المالية بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ما تزال أيضا غير مجدية، قياسا بمدى تجاوب السلطات المالية في ماليزيا وغيرها من الدول التي اتخذت إجراء إيقاف حسابات اليمنيين المقيمين في تلك البلدان. وأمام جميع هذه الإجراءات ما يزال اليمنيون وحدهم في المهجر من يدفعون كل يوم ثمن العمليات المشبوهة لغسيل الأموال. في البداية انضم إلينا من ألمانيا ياسين المريش مندوب الجالية اليمنية في الراين لمتابعة البنوك الألمانية. أهلا بك أستاذ ياسين، بداية لو تحدثنا عن الأسباب التي أدت لإيقاف حسابات اليمنيين في ألمانيا ولماذا اليمنيين على وجه الخصوص؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم، ونشكر قناة بلقيس صوت كل اليمنيين على هذه اللفتة الرائعة لقضايا اليمنيين في الخارج والداخل. المشكلة بدأت من قبل 6 أشهر في ألمانيا، تم إغلاق بعض الحسابات بطرق فردية تصل إلى الشباب طلاب، ثم تطور الأمر وبدأ العدد يزداد بطريقة سريعة ودراماتيكية غريبة. صار العدد الآن خلال 6 أشهر 117 حساب بنكي لطلاب يمنيين وعاملين مهندسين أطباء تغلق حساباتهم بدون أي ذكر لأي أسباب. تواصلنا طبعا، أغلقت حسابات السفارة أيضا، وكان هناك تواصل من السفارة بالبنوك، وللأسف لم يذكر البنوك أي سبب. قمنا بتشكيل لجنة
من المؤسسات اليمنية المتواجدة في ألمانيا لمتابعة هذه القضية. أرسلنا رسائل للبنوك، يعني كل شخص أقفل حسابه ويرسل رسالة للبنك لتوضيح ما هي الأسباب التي دعت لإقفال حسابه، فيرد البنك بأنه من أحقيتهم، عندهم الحق قانونيا بإلغاء الحسابات دون ذكر أي أسباب. طيب الموضوع بدأ إذن خلال 6 أشهر، بدأ بشكل تدريجي من إيقاف حسابات بعض الطلبة وصولا إلى إيقاف حسابات السفارة اليمنية في ألمانيا، يعني أوقفت كل حسابات اليمنيين في ألمانيا، وهل هذا الإيقاف يشمل كل البنوك داخل ألمانيا أم أن يقتصر على بعض بنوك دون غيرها؟ يعني هي طبعا بدأت في البداية ببعض الطلاب وبحسابات السفارة، السفارة لم تكن آخر من يغلق، لكن كانت من أوائل من أغلق حساباتها في ألمانيا. الأشخاص الذين أغلقوا لم يغلق كل حسابات اليمنيين، ولكن بين يومين وأسبوع تجد مجموعة من الشباب تم إغلاق حساباتهم. أكبر مصرفين ألمانيين وأكبر مصرفين أوروبيين اللي هما الدوتشا بانك والكوميرس بانك، البنك التجاري والبنك الألماني، هم أكثر من يغلق حسابات اليمنيين. طيب بالوقت الذي يغلق حسابك من هذه البنكين، البعض لا يستطيع فتح حسابات ببنوك أخرى، يعني هناك تنسيق بين البنوك بعدم فتح حسابات لليمنيين، وهناك 20 طالب إلى الآن لم يستطيعوا فتح أي حساب في أي بنك في ألمانيا، وهنا تكمن خطورة وتداعيات المشكلة. طيب تقول أن البنوك الألمانية لم توضح الأسباب وتقول أنها اتخذت هذه الإجراءات والقانون يكفل لها عدم إبداء الأسباب، إذن ما علاقة ما ينشر في الأخبار عن جرائم الإرهاب والجرائم المالية في هذا الموضوع؟ هل له صلة؟ نعم، حسب كلام موظف في القطاع البنكي في الكوميرس بانك، أوضح أنه خلال 15 سنة في عمله في البنك التجاري لم يرى مثل هكذا تعسف على إحدى الجنسيات، وكشف بأن مجموعة الـ FATF هي من وضعت اليمن في القائمة السوداء، بما يعني أن اليمن لديها مشاكل غسيل أموال، لديها مشاكل إرهابية. لم يتم حل المشكلة مع وزير المالية ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي. طيب أنت كمندوب للجالية اليمنية لمتابعة هذا الموضوع، لو تضعنا في صورة الإجراءات المتبعة الآن من قبل الجانب الحكومي، هل هناك متابعة من الحكومة لهذا الموضوع؟ هل هناك خطوات تقوم بها أم هي في موقع المتفرج لا حول لها ولا قوة؟ هو القانون في ألمانيا يكفل للبنوك إلغاء أي حسابات دون تدخل الحكومة الألمانية، لا تستطيع الحكومة الألمانية أن تتدخل بشكل مباشر. لا أقصد الحكومة اليمنية، هل هناك متابعة واهتمام بالموضوع؟ هناك متابعة من قبل السفارة، التقت بوزارة الخارجية والتقت في البنوك، ولكن لا توجد أفعال على أرض الواقع، وإنما نوعد بحل المشكلة، سنرى كيف نعمل، ولكن لا يوجد حلول واضحة. أيضا يعني إذا كنا نريد حلول واضحة وجيدة، الأصل أن وزير الخارجية يأتي إلى ألمانيا يناقش الموضوع بشكل رسمي بشكل قوي، نحاول أن نضغط بكل قوتنا. طيب كعلاقة مباشرة لكم بهذا الموضوع، يعني نتحدث عن حسابات اليمنيين الذين أوقفت حساباتهم، هذا الإجراء ما الذي يعني؟ يعني لا يستطيعون سحب أموالهم، وماذا يترتب على هذا الإجراء؟ يترتب على هذا الإجراء، إذا كنت أنت تعيش في ألمانيا لديك فواتير الكهرباء، لديك فواتير السكن، لديك فواتير التليفون، هذا كله لا تستطيع أن تقوم به بدون حساب بنكي. وفي الوقت التي تكون أنت مثلا طالب في ألمانيا، مجرد أن البنك يلغي حسابك، بقية الشركات تبدأ تشك بأنك لديك مشكلة في ألمانيا، فإذا اضطررت أن تفعل عقد آخر مع أي شركة تبدأ تسأل أنت لماذا ألغي حسابك. طيب بالنسبة لحسابك الذي في البنك، طيب حسابك الذي هو في البنك الذي تم إيقاف التعامل فيه، هل تستطيع التحكم بهذا الحساب، سحب الأموال منه أم لا؟ البنك يعطيك وقت لمدة شهر مثلا أو 3 أشهر تخرج حسابك فيه منه، لمجرد أنك اكتملت المدة فأنت لا تستطيع التعامل بهذا الحساب إطلاقا ولا يعد موجود. طيب هل أنتم قادرين على فتح حسابات في بنوك أخرى؟ قلت لك إلى الآن هناك بعض الفروع في بعض المدن تستطيع أن تفتح بها ولكن بالصدفة، ولكن هناك 20 طالب حاولوا في كثير من البنوك ولكن لم يجدوا أي تجاوب، البنوك ترفض أن تفتح لك حساب.
وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني السفارة اليمنية فتحت حساب بنكي في البنك الكويتي التركي، كويت تركي، والبنك الكويتي التركي لا يعتبر بنك ألماني، يعني يعتبر بنك هو تعامل بنك الكويت التركية. وقد يصل الحال عندما تغلق كل الحسابات البنكية، تغلق حساباتك، البنك الكويتي التركي هو بنك موجود في ألمانيا وقد يتخذ نفس الإجراءات في المستقبل. شكرا جزيلا لك من ألمانيا ياسين المريش مندوب الجالية اليمنية في الراين لمتابعة البنوك الألمانية. وينضم إلينا من ماليزيا الأستاذ عادل باحميد سفير اليمن هناك. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية لو تضعنا في سياق ما تم اتخاذه من إجراءات وقامت به العديد من البنوك في دول الخارج وتحديدا من ضمنها ربما الآن والأبرز ماليزيا. حياكم الله، بداية تحية خاصة بقناة بلقيس على كل الجهود التي تقوم به في ظل هذا الظرف الذي تمر به البلاد. فيما يتعلق بالإجراءات البنكية هنا في ماليزيا، لعلها لحد الآن مقصورة على بنك واحد فقط، وإن كان من أهم البنوك التي يتعامل معها أبناء الجالية اليمنية هنا في ماليزيا خاصة الطلاب. فقد أشعرنا البنك برسالة ليست موجهة للسفارة ولكن موجهة إلى جميع موظفي البنك وفروعه في ماليزيا، باعتبار أن اليمن قد أدلجت منذ مايو 2016 ضمن قائمة السوداء للدول العاجزة عن الرقابة المالية ومكافحة جرائم المال. اضطر البنك وكعادة كل البنوك التي تبحث عن الثقة في سوق المال إلى أن يمنع فتح حسابات جديدة لليمنيين. ولكن الجديد اليوم في رسالة البنك في 6 مارس أنه جدد هذا المنع، وأيضا منع تقديم أي خدمات مصرفية أو مالية لمن هم أصلا قد فتحت لهم حسابات في هذا البنك. حدثت حادثة واحدة بسيطة وهي أنه منع أحد أصحاب الحسابات المفتوحة من سحب المبالغ الموجودة في حسابه، ولكن عاد البنك بعد أن تدخلت السفارة واعتذر عن هذا التصرف. لهذا القضية اليوم مربوطة ببعض الإجراءات التي هي تشكل تحدي كبير أمام الحكومة الشرعية بعد القرار الصائب جدا الذي اتخذته الحكومة بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لإيقاف العبث الذي حصل خلال فترة سيطرة الانقلابيين في صنعاء على البنك المركزي. طيب ما هي هذه التحديات الماثلة الآن أمام الحكومة الشرعية لتصحيح الأمور؟ هي إعادة الثقة مرة أخرى في أن اليمن دولة قادرة على الإيفاء بالتوصيات 40 التي قدمتها مجموعة العمل المالية الدولية FATF منذ العام 90، ثم جددتها في عام 96 و2003 و2012، وآخر ذلك ما حصل في 2013 عندما قدمت المجموعة مجموعة من التوصيات للبنك المركزي لفرض رقابة أقوى وأكبر على التحويلات المالية إلى الخارج، بعد أن تنامت بصورة قوية جدا ظاهرة غسيل الأموال بعد سيطرة الانقلابيين في صنعاء على البنك المركزي. لهذا اليوم مطلوب من الحكومة بعد أن قامت بنقل البنك إلى عدن أن تفرض وأن تطبق هذه التوصيات المطلوبة، وهناك إمكانية لذلك، وأيضا أن يتم التواصل بشكل قوي جدا من الجهات العليا مع البنوك والدول سواء كانت في التحالف العربي أو في الدول التي ظهرت فيها الإشكالات المالية لإعادة الثقة مرة أخرى للنظام المصرفي والنظام المالي اليمني. قبل أن أستوضح منك عن قدرة الحكومة الشرعية على القيام بهذا الأمر، لدي سؤال عن هل هناك أي ارتباط أو علاقة بين ما حدث في ماليزيا قبل أسبوعين وتوقيف 4 يمنيين بما تم من إجراءات وتجميد حسابات اليمنيين في ماليزيا؟ العلاقة ليست مباشرة، ولكن هناك إشكالية صارت، وهي أن كثير من الحسابات التي تخص بعض الطلاب تم استخدامها من قبل بعض ما يمارسون ما يسمى هنا بالصرافة غير الشرعية أو ممارسة تحويل الأموال، وإن كانت ليست بتلك المبالغ الكبيرة، هي عبارة عن أموال تحول من الطلاب إلى أهاليهم أو العكس، ولكن تم استخدامها أو القيام بها بطريقة غير قانونية. وهنا القانون لا يتساهل مع بغض النظر عن حجم المبالغ الموجودة أو التي يتم تداولها طالما أنها تتم بصورة غير قانونية. وخاصة هذا البنك الذي أثار الموضوع هو من البنوك التي تقريبا جميع طلابنا خاصة المبتعثين يفتحون حسابات فيه، فاستخدام هذه الحسابات بطريقة غير شرعية كان جزءا من الإشكال الذي حصل، ولكن الجزء الأساسي يكمن فيما يتعلق بعدم إيفاء البنك المركزي في الفترة السابقة بمتطلبات وتوصيات
الرقابة على 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 جرائم المال. قلت أن بنك وحيد في ماليزيا هو من قام بهذا الإجراء، هل تتوقعون أن تشمل إجراءات باقي البنوك الماليزية؟ وأيضا يعني هل أفهم من كلامك في هذه النقطة أن هناك ما زالت إمكانية لدى اليمنيين الانتقال إلى بنوك أخرى وفتح حسابات فيها، وبالتالي أن لا يحصل لهم أي تأثير بهذه الإجراءات؟ إشكاليتنا في ماليزيا حقيقة أود أن أوضح نقطة، أن الجالية اليمنية في ماليزيا اليوم في ظل النزوح الكبير الذي صار لليمنيين إلى ماليزيا في ظل الحرب القائمة، جعل هناك الآلاف ممن يحملون تأشيرة الدخول السياحية، وهي التي لا تستطيع أن تمنح صاحبها القدرة على فتح حسابات بنكية، وبالتالي ليس فقط للأسباب التي ذكرناها أنهم لا يستطيعون فتح الحساب، ولكن أيضا لأنهم لا يمتلكون تأشيرة عمل أو يمتلكون إقامة طالب، ولهذا لا يحق لهم وفقا للقانون الماليزي أن يمنحوا أو إمكانية فتح الحسابات. ولكن فتح الحسابات في هذا البنك أوقف حتى ممن يمتلكون إقامات أو تأشيرات عمل أو تأشيرات دراسة. بقية البنوك لا زالت تفتح حتى اليوم، ولكن هناك حذر شديد، هناك مطالبة بإجراءات طويلة جدا، من ضمنها تفعيل ما يسمى باستمارة اعرف عميلك، وهي استمارة متعبة جدا من حوالي أكثر من 25 صفحة تسأل عن تاريخك المالي وتاريخ عملك، وهي بالتالي معقدة جدا، والكثير من أبناء اليمن اليوم لا يستطيعون أن يوفوا بها لأنها تستلزم إيجاد معلومات كبيرة. لهذا نتوقع خلال الفترة القادمة إذا لم يتم تعزيز الثقة بالإجراءات المالية الحكومية اليمنية والرقابة المصرفية، نتوقع أن يمتد هذا الحظر إلى بقية البنوك الأخرى. أوكي. طيب الحكومة الآن نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بعد 6 أشهر من عملية النقل، لماذا لا تعزز الثقة وتصحح الوضع المالي والصورة المالية بشكل عام؟ ما الذي يمنع باعتقادك؟ أولا الخراب الذي حصل في الثقة ليس بالقليل، واستعادة الثقة في عالم المال ليست كأي ثقة أخرى. الحكومة اليوم بدأت في تواصلاتها مع كثير من الجهات المالية، سواء كان البنك الدولي أو مجموعة العمل المالية الدولية، وأيضا مع بعض الدول ذات العلاقة. نحن هنا في ماليزيا بدأنا الاتصال مع السلطات الماليزية، سواء كان ما يتعلق بالسلطات الأمنية الرسمية أو ما يتعلق بالجانب المالي، فلدينا بإذن الله موعد مع البنك المركزي الماليزي لتوضيح جهود الحكومة في إعادة الرقابة على النظام المصرفي والمالي، وأيضا كان لنا لقاء بالأمس مع وزير التجارة الماليزي وأوضحنا له ما قامت به الحكومة من نقل البنك إلى عدن وبدء الإعداد لتطبيق كل ما يتعلق بالتوصيات الدولية في الرقابة على جرائم المال. أتوقع الأمر يحتاج إلى جهد أكبر. نحن اليوم نجد أن هذا الأمر استشرى في العديد من الدول، وبالتالي يتطلب جهود من السفارات، كما يتطلب أيضا جهود من الحكومة بأن يعمل وزير المالية أو محافظ البنك المركزي على التواصل المباشر والقيام بزيارات لهذه الدول لتطمينها. زيارة الأخيرة التي قام بها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي طمنت الجانب الماليزي تماما فيما يتعلق، عندما التقى برئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء والخارجية الماليزية. أعتقد نحتاج إلى مزيد من هذا الجهد. الحكومة لكن سعادة السفير، التطمين لا يحتاج إلى كلام فقط، يحتاج إلى وثائق وإجراءات ملموسة. يعني أعتقد بالضبط، ولهذا الزيارات تتم لإشعار هذه الجهات بما يتم من إجراءات وليس فقط مجرد الكلام. طيب فيما يخص بدءكم بالتواصل مع السلطات الأمنية والمالية في ماليزيا، هل تعتقد أن يحدث تجاوب وبالتالي يلغى هذا القرار، أم ربما تتسع القائمة وتشمل كل البنوك الماليزية وأيضا يتطور الوضع إلى عديد من الدول الأخرى؟ شهدنا أن الأمر بدأ في ألمانيا، انتقل إلى ماليزيا ومن ثم مصر والأردن. نحن نعلم أنه، وهذه النقطة لا يجب أن تغفل، أن العمل المالي الدولي هو عمل مرتبط ببعضه البعض، وهذه المنظمات هي تعمل وفقا لمنظومة دولية لديها معايير ولديها قواعد عمل تحكمها، وبالتالي ما يجب عمله مثل ما قلت الآن هو التواصل مع هذه الجهات لتطمينها أننا قادرون في الحكومة اليمنية على تطبيق أنظمة الرقابة. هذا الجهد أعتقد أنه في ماليزيا خفف كثيرا من حدة الارتياب التي كانت موجودة لدى البنوك الماليزية. أضرب مثال على ذلك، أنه مباشرة بعد التواصل مع البنك الماليزي هذا الذي أوقف الحسابات، تم السماح لليمنيين بسحب بعض الحسابات، سحب أموالهم من الحسابات، جرى الاعتذار للشخص الذي تم منعه من سحب المال من حسابه، ولكن بين الحين والآخر نحتاج إلى متابعة حثيثة لهذا الموضوع حتى تتمكن الحكومة بالفعل
من تفعيل كل ما يتعلق بالبنك المركزي في عدن، وأن يصبح يعود إلى العمل مرة أخرى بكامل طاقته وقدرته. شكرا جزيلا لك سفيرنا في ماليزيا عادل با حميد، شكرا لك. ينضم إلينا أيضا من الرياض الزميل الصحفي عامر الدميني، أهلا بك أستاذ عامر. وهل يعني استمعت ربما إلى حديث السفير في ماليزيا وأيضا الأخ ياسين من ألمانيا، هل لديك ربما أي معلومات إضافية بخصوص التفاصيل المتعلقة بتوجيه بعض الدول توجهها إلى توقيف حسابات اليمنيين في الخارج؟ أهلا بكم ومشكورين لمناقشة هذه القضية المهمة الآن. نعتقد في البداية أن هذا الأمر هو إحدى نتائج أو تداعيات الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي بالتحالف مع المخلوع صالح، هذه نتيجية طبيعية ومباشرة لم يكن في الحسبان ربما من قبل. لم أستمع منكم إلا إلى خطاب إلى كلام السفير في ماليزيا، وبصراحة نحب أن نؤكد على الجهد الكبير الذي يبذله هذا السفير هناك، والذي منع الأشياء أو منع كثير من الكوارث هناك قبل أن تبدأ فعليا. لكن في كل الأحوال المسألة كما قلنا هي تداعيات لما حصل في صنعاء. اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال حول العالم هي لجنة دولية تضم في عضويتها الكثير من الدول الأعضاء حول العالم. اليمن انضمت إلى هذه اللجنة في العام 2009 وصادقت على الاتفاقية الملزمة لبقية الدول الأعضاء. نتيجة الاهتمام الذي توليه هذه اللجنة لقضية مكافحة غسيل الأموال طالبت من اليمن الكثير من التقارير الدورية التي ترفع بهذا الجانب. البنك المركزي كان تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء، ولذلك تقاعست الميليشيا في صنعاء عن رفع التقارير المطلوبة لهذه المنظمة وتأخرت عن إرسال التقارير، مما جعل المنظمة ترفع تقريرها إلى جميع دول الأعضاء بمنع التعامل مع اليمنيين في مختلف دول العالم. هذا الأمر أثر على اليمنيين المتواجدين في ماليزيا، في الأردن، في مصر، في ألمانيا، وبالتالي وجدت أمامنا عوائق وصعوبات جديدة لم يكن اليمنيين يتخيلوا أنهم ستقر أمامهم. طيب، أو سيشاركون بها. تداعيات الانقلاب وتصرفات الميليشيا في صنعاء، ما التفسير لما يحدث الآن بعد نقل البنك المركزي إلى عدن العاصمة المؤقتة من سبتمبر حتى الآن خلال 6 أشهر؟ لماذا لم نشهد ونلمس أي إجراءات قامت بها إدارة البنك المركزي لتصحيح الوضع؟ العملية ربما رهن التصحيح ومعالجة الأخطاء هذه واحتوائها من جانب الحكومة الشرعية، لكن امتناع ميليشيا الحوثي أيضا في صنعاء عن المساهمة والمساعدة في تسهيل عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ربما أعاق سرعة تصحيح هذه الأخطاء وتلافيها بسرعة قبل أن تنعكس سلبيا على اليمنيين المتواجدين في عدة بلدان حول العالم، خاصة نظام السويفت كما رأس اقتصاديا، لكن نظام السويفت تأخر في هذا الجانب نتيجة بطء وتباطؤ الحوثيين في التعاون لنقله إلى عدن. لكن حسب مصادر مؤكدة أنه تم ربما خلال الأسبوعين الماضيين تدريب الفريق الخاص بنظام السويفت في عدن بعد تلقي دورة تدريبية خارج اليمن، والآن يجري تدريبهم على هذا الأمر، وربما خلال الأسبوعين القادمين سنشهد عملية هدوء أو استعادة البنك المركزي لدوره الاعتيادي من داخل مدينة عدن كما كان عليه في صنعاء، وهذا ما تحرص عليه ربما الحكومة اليمنية وكثير من السفراء الذين بدأوا في اتخاذ خطوات ملموسة في أكثر من دولة حول العالم. طيب، يعني ربما الآن يفترض أن تبدأ المخاوف بالتبدد، يعني لدى البعض هناك مخاوف من أن تتسع قائمة الدول التي ربما تتخذ إجراءات مشابهة في بنوكها وعواصمها ربما ضد اليمنيين وحساباتهم. المخاوف قائمة وخرج إلى العلن ألمانيا وكما أسلمنا وماليزيا، الأردن لم تخرج بشكل كبير في مصر، لكن تبدت في ألمانيا بشكل أكبر في ألمانيا ثم ماليزيا، لكن وضع اليمني في ألمانيا غير ماليزيا. في ألمانيا في ماليزيا الجالية اليمنية كبيرة وموجودة منذ زمن طويل هناك، وطلاب وتجار رجال أعمال وغيرهم ودبلوماسيين، لكن المخاوف هي الآن أن تتسع كما قلنا في أكثر مكان، وأيضا أن يكون هناك جهد حكومي، لابد من جهد حكومي يسهم ويسرع في إنهاء هذه الأزمة القائمة، وأن يعمل على تطمين جميع دول العالم. نحن في موقع بوست ربما أمس نشرنا وثيقة صادرة عن أحد البنوك أو أكبر البنوك التجارية في ماليزيا، وهي موجهة إلى أعضاء في داخل البنك وبقية البنوك السيادية المالية في ماليزيا، وحصلنا عليها من مصدر هناك، هي يعني وثيقة مخيفة للأسف،
وتدعو الى اتخاذ اجراءات اكثر صرامه، منها وقف العمليات التعليميه او المساعدات التعليميه التي توفرها الحكومه الماليزيه لليمنيين، بل تدعو على انه ربما سيكون هناك اجراءات اكثر صرامه اذا لم يتم معالجه هذا الامر. الخطوره في هذا الامر ايضا تقول انه لم يعد هناك ثقه في التعامل مع وثائق اليمنيين، الوثائق الهويه التي توجد مع اليمنيين وهي الجوازات. تقول ان النظام في صنعاء او الميليشيا الحوثي في صنعاء لم تولي هذا الجانب اي اهتمام، وبالتالي اصبح هناك توجس من هذا الامر، مما سينعكس سلبا الى ابعد مدى على اليمنيين المتواجدين. هذا الامر الان الكره في ملعب الحكومه الشرعيه، هي التي يجب ان تلتفت لهذا الامر، ويجب ان تضع المعالجات لاحتواء هذه المشكله، وان تتواصل مع البنوك العالميه، مع اللجنه الدوليه لمكافحه تسييل الاموال لرفع اسم اليمن من القائمه السوداء، أن تتواصل بالأطر الدبلوماسية أمام السفراء اليمنيين المتواجدين في كل الدول الأخرى، بحيث أن يتم احتواء هذه المشكلة ويتم إزالتها. فالأثر المترتب الآن كبير، وبالتالي أصبح اليمنيين من في الداخل محاصرين تحت سلطة الميليشيا، ومن في الخارج أصبحوا يعانون من عقوبات مالية لم يكونوا يتصوروها، ومضاعفات أخرى ربما تحيل حياتهم ومستقبلهم إلى جحيم. طيب، باعتقادك الحكومة قادرة على وضع وتوفير هذه المعالجات وفق ظروفها الحالية؟ الحكومة اليمنية قادرة ومقتدرة تفعيل السلك الدبلوماسي، تفعيل التواصل مع الحكومات العالم، كما أرسلت ربما السفير اليمني في ماليزيا وقال أنه ذهب إلى هناك وأنه تم احتواء الأمر والاعتذار لأحد المتقدمين. هناك صورة مغلوطة لم تكشف لبقية ربما الدول أو الحكومات الأخرى. على سبيل المثال، عملية نقل البنك المركزي والقرار الذي أصدره الرئيس هادي بنقل البنك من صنعاء إلى عدن لم تكن كثير من البنوك المالية العالمية على علم به، أو لم تكن الصورة واضحة أمامها. التحرك الآن ينبغي أن يكون في مختلف المستويات وعلى مستوى الأطر في التواصل الدبلوماسي وغيره، لنقل الصورة التي أوصلتنا إليها الميليشيا، ونقل طبيعة المعركة الحالية، ونقل التطورات والإجراءات التي أخذتها الحكومة. الحكومة تستطيع تفعيل السلك الدبلوماسي، تستطيع تفعيل السياسة المالية بالنسبة لها، والتواصل مع المؤسسات المالية النقدية المؤثرة حول العالم لشرح طبيعة الموقف وإعادة تنشيط صورة اليمن أو تأهيلها من جديد. طيب أستاذ عامر، ما التفسير عندما نبحث في الإجراءات التي اتخذت؟ يبرز التساؤل حول ما التفسير لأن هذه الإجراءات مثلا داخل ماليزيا أو الأردن أو مصر ليس إجراء على مستوى البلد بشكل كامل، إنما بعض البنوك دون غيرها، ما التفسير؟ بعض البنوك ربما أعتقد إما أنه لطبيعة الارتباط مع المنظمة أو اللجنة الدولية لمكافحة تسييل الأموال، أو أن البنوك الكبيرة التي لها وزن كبير وتسعى المحافظة على سمعتها، وترتبط ايضا بمجموعه الاجراءات الدوليه كالامم المتحده وغيره. يعني على سبيل المثال، البنك الذي في ماليزيا في ضمن الرساله التي طرحها انه استند في هذا الاجراء الى العقوبات الاخيره التي نالت اليمن في 28 فبراير، وهي القرار الاخير الذي صدر من الامم المتحده، كما انه قال انه هناك تنسيق وترتيب مع مؤسسه ماليه في بريطانيا وامريكا. وبالتالي البنوك الكبيرة ربما لها تسعى المحافظة على سمعتها، لديها عملاء أكثر، لديها تأثير أكثر، فبدأت بالتعامل بهذا الأمر. والخطورة أيضا أن مثل هذه البنوك الكبيرة بالفعل هي تؤثر على بقية البنوك الصغيرة التي لديها. وأعتقد أنه أغلب اليمنيين، يعني على سبيل المثال البنك الذي في ماليزيا والبنك الذي في والثلاث البنوك التي في ألمانيا هي البنوك التي يتعامل معها الطلاب اليمنيين، وهي البنوك التي يستلم منها الدبلوماسيين في السفارة وغيرهم الأموال، وهي البنوك التي يتعامل معها التجار اليمنيين هناك. وبالتالي بنك واحد كفيل بانه يضع ازمه كبيره امام حتى ولو كان 10 او 100 من اليمنيين المقيمين هناك يتعاملون معه. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي عامر الدميني، كنت معنا من الرياض، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث، تحيه طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقه محمد عبد المغني، كونوا بخير.